طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنواصل إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة في برنامج الكمبيوتر أبليكيشن. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سنقوم بتكملة ما تبقى من عملية التصميم. فإن شاء الله في الجزء الأول هنشوف كيفية تصميم الأساسات المفردة أو Design of Isolated Footing، ثم بعد ذلك في الجزء الثاني هنتكلم عن تصميم الأبيام، ثم هنتكلم عن تصميم الكولومز. طيب، بالنسبة للتصميم بتاع الايزوليتد فوتين، الديزاين بيبدأ من البرنامج بتاع الايتابس. فبنفتح الموديل بتاعنا في الايتابس، عشان تقدر تنقل الملف لازم تكون عامل رن. نتأكد من الوضع بتاع الاساسات او الهايم في الطبلة عشان نقدر نعمل تعديل. ممكن نتأكد من الوضع بتاع الريسترين بالنسبة للأساسات. طيب، أيضا نتأكد من اللود باترن واللود كومباينيشن. طيب، بعد ذاك بنعمل العملية بتاعت بنعمل run للموديل. بعد ما تكتمل عملية الرن، بعد ذاك بنبدأ عملية تصدير ملف الايتابس اللي هو الأحمال بتاعت المبنى، اللي هي الأحمال بتاعت القواعد، إلى برنامج السيف. طيب خلاص كده، بعد اكتمال الأحمال ممكن من القائمة بتاعت رياكشن نجي نظهر الكومبينيشن بتاعت الوركينج، نظهر الأحمال على الأساسات. طيب، معناه ده شنو؟ يبقى دي الأحمال اللي احنا هنختار بيها المساحات بتاعت الأساسات، ودي الأحمال اللي احنا هنقولها لشنو؟ البرنامج بتاع السيف. طيب، يبقى كده خلاص، تمام، عملنا الران بتاعنا. كده احنا هنقوم بعدها نصدر الملف لبرنامج السيف اللي هو بنقول اكسبورت. ستوري اس سيف. هنختار الخيار الثاني اللي هو اكسبورت فلور لودز، وهنختار في اللود كيسز طبعا البيس، هنا بتحدد البيس. نختار الديد واللايف، نختار الوركينج والالتيميت. طبعا الالتيميت عشان تصمم بالنسبة لحاجة التسليح، والوركينج عشان تختار المساحة بتاعة الأساس. طيب، أوكي. طيب كده حفظنا الملف بتاعنا. بعد ده هنمشي نفتح الملف بتاع السيف، بس نفتح البرنامج بتاع السيف ونعمل importing للملف بتاع الأساسات ونستكمل بقية النمذجة. طيب كده احنا فتحنا البرنامج بتاعنا بتاع السيف، هنعمل import للملف اللي جبناه من الايتابس.
القائمة set view option دي ممكن تعمل uncheck للحتة بتاعت invisible دي عشان تظهر معاك النقاط. طيب خلاص، بعد كده دي اللي هي دي جات معانا شنو الأحمال بتاعتنا بتاعت الأساسات. خلاص ممكن بعد ده نبدأ عملية النمزج على الستيت. مثلا لو عايز تعمل ماتيريال جديدة بنفس الطريقة ممكن تيجي تعرف، احنا مثلا هنستخدم نفس الخرسانة 30 ميجا باسكال اللي هنستخدمها، لكن كان عايز تعرف ماتيريال جديدة ممكن تعرف ماتيريال جديدة. بعد ذلك بتيجي تعمل ديفاين سيكشنز، مثلا انت ممكن تعرف لك سكشنين مختلفات بسماكات مختلفة بالنسبة للأساسات، تجي بديفاين سكشن بروبرتيز سلاب سكشن، مثلا اد نيو بروبرتي مثلا نسميه فاونديشن 40 سنتي، تختار النوع بتاعه انه يكون فوتينج والسماكة بتاعته 400. هنا يكون شيل ثيك. خلاص كده احنا عرفنا السكشن بتاعنا الاول، ممكن نعرف سكشن تاني للضمان عشان بعدين في عملية التصميم يكون عندنا خيارات. ممكن تقول هذا كوبي مثلا نسميه F50، يكون بنفس المواصفات لكن سماكته 500 مليمتر. تمام، طيب بعد كده نحن ممكن نرسم الأساسات بتاعتنا اللي هو من الغيون بتاعت كويك درو دي. بتجي تدخل اللي هو تختار البروبرتي اللي هو احنا عرفناه، مثلا فنستخدم سماكته 400، السكشن سماكته 400، وهنستخدم الدايمنشن 1000 في 1000 ملليمتر. تجي تعمل كليك في شنو في الجوينت بتاعت الفاونديشن. يبقى بالطريقة دي احنا قاعدين نرسم الاساسات. ممكن هنستخدم الدايمنشن دي، لو حصل فوقها بقت انسيف ممكن نكبر العرض بتاع الاساس. طيب بنفس الطريقة دي لحد ما شنو تغطي عفوا كل الكولومز. طيب كده احنا رسمنا الاساسات بتاعتنا لشنو لكل العامل. الخطوة اللي بعدها احنا بنعرف العلاقة بنعرف الجزاء بتاعت التربة اسفل الاساسات بتاعتنا، اللي هو بنجي من define spring properties area spring. خلاص نقوم نقول هذا copy of property. هنفترض افتراضا انه البيرنج كاباسيتي او الالاوبل بيرنج كاباسيتي بتاع التربة بتاعتنا هي كانت 140، مثلا هنقوم نسمي السويل دي باسمها، طيب في فاكتور هنا اسمه السبجريد موديلس. السبجريد موديلس ده فاكتور عشان نعرف الجزاء بتاعت التربة أسفل الأساس. طيب يبقى بيساوي اللي هو إجهاد التربة الأقصى على الدلتا المسموحة، أو بيساوي الكيو اللاوبل على سيفتي فاكتور مضروب في شنو اللي هو
الهبوط المسموح. الهبوط المسموح قيمته 25 ملم أسفل الأساسات. لما نضرب في السيفتي فاكتور اللي هو الثلاثة، والكلام ده يعني يتقسم الكيو ال على الثلاثة في 25 بتدينا السب جريد مودولس. يعني في الحالة بتاعتنا دي افترضنا انه الكيو البيرنج كواسي بتاعتنا 140، يبقى هنقسم هنقول بتساوي 140 اللي هي البيرنج كباسيتي على السيفتي فاكتور اللي هو 3 في 25 ملي، لكن بنحول ل 1000. نعمل ال يساوي، طيب يساوي اللي هي يساوي 140 اللي هي دي الكيو اللوب اللي هو البيرنج كاباسيتي بتاعة التربة بتاعة الصويل حسب التقرير بتاع الصويل، مقسوم على 3 اللي هي دي الفاكتور اوف سيفتي في 25 اللي هي ده الدلتا المسموحة 25 مليمتر في 1000 تحويل وحدات. على 1000 140 على قوس 3 في 25 على 1000. طيب خلاص احنا كده عرفنا شنو، عرفنا السبجريد موديلس بتاعنا. اوكي طيب بعد كده نيجي نعمل له الساين بالنسبة للأساسات بتاعتنا. نختار الأساسات select by object type أو مثلا select by property بتاعت slab section. طيب كده عملنا لهم شنو، عملنا لهم selection، نقوم نعمل assign للslab property اللي احنا للسويل بروبرتي عفوا احنا عرفناها اللي هو من شيل بتجي الحتة بتاعت الاريا سبرينج، تختار السويل بتاعتك اللي هو السويل 140. اوكي تمام. طيب مثلا لو دايرين نضيف التربة القاعدة فوق الأساس اللي هي باعتبارها تربة الردميات، نعمل previous selection، اختار السطح بتاع الأساسات ده ونعمل assign لشيل load تكون uniform ونوع dead load، ندخل اللي هي وزن التربة لمتر مربع اللي هي مثلا تكون كثافة الرمل 17. اوكي او مفترض كان نعمل add to existing عشان ما يمسح لنا اي احمال تانية. من البداية ممكن برضو تغير في اللود pattern، تعرفها لود باتر مختلفة من الديد لود، ممكن تقول سوبر امبوزد او اي لود باترن تانية. طيب هنعمل اختيار تاني ونعمل اساين شيل لود يونيفورم 17، لكن هنعمل اد تو شنو تو اكزيستنج. اوكي طيب نتأكد نعمل المش، نتأكد اننا عاملين المش analyze. الكتاب نعمل 0.5. بعد كده ممكن نعمل الرن، نحفظ الفايل بتاعنا.
طيب كده البرنامج قاعد يعمل عملية الرن. طيب ممكن نجي بعد ده نعرض النتائج من ديسبلاي، نشوف ضغط التربة أسفل الأساس، اختار الوركينج كومبينيشن بتاعة الوركينج، وتدخل في الحتة بتاعة الكنتور رينج. هنا قلنا الكيو اللاول بتاعتنا كانت 140، فزي ما واضح هنا نجيب البلان. زي ما واضح انه شنو المساحة بتاعتنا دي كويسة، ما في اساس يتعدى القيمة المسموحة. خلاص اللي احنا كده تأكدنا من شنو، اتأكدنا من المساحة بتاعت الأساس. طيب ممكن تقوم تعرض برضو الرياكشن أو العزوم. ممكن تشوف العزم في الدايركشن بتاع M11، ده في حالة إنك عايز تصمم مانوال ممكن تشوف قيمة العزم وتصمم لها مانوال. يعني مثلا العزوم هنا 143 تقل لحد ما تمشي للزيرو في الأطراف، والعزم تشيل القيمة بتاعة العزم في الاتجاه الثاني، ممكن تشيل من هنا قيمة العزم وتمشي تصمم مانوال. ايضا بنعمل شكل البانشين شو بانشين شير ديزاين. طيب مفترض الاساسات بتاعتنا دي تكون ما في قيمة اكبر من الواحد، لكن تصميميا كده يعني يكون around 0.6 أو 0.5 كده كده معناته أوكي. يعني مثلا زي الأساسات دي كلها دي ما فوقها مشكلة، يعني ده 0.9 ده خلاص قرب يحصل له بنشين، ده مفترض يتكبر الأساس بالنسبة للعمود ده، ديل كده كلهم ما عندهم مشكلة، ده مفترض يتكبر. الأكتر من الواحد معناته ده definitely حصل فيه شنو، حصل بنشين، حظين إنه شنو في مساحة كبيرة هنا من العمود ده حصل شنو، حصل بانشينج لأن العمود ده شايل مساحة كبيرة، ده برضو حصل له شنو كذلك بانشينج. الأعمدة بتكون متقاربة ما يحصل فيها بانشينج. يبقى عشان انت تقاوم البانشينج المفترض تغير السيكنس بتاع الأعمدة بتاع الأساسات أسفل الأعمدة اللي هي فايتا شنو فايتا 1.2، يعني ده وده حتى ده مثلا ده المفترض السكشن بتاعهم يتغير. احنا كنا مستخدمين في ديك 40 سنتي، هنستخدم 50 سنتي بالنسبة لده قده بالنسبة لشنو بالنسبة للبانش. طيب تقريبا ديل من محتاجين تغيير او ممكن لسهولة التنفيذ مثلا ممكن تغير كل الأساسات، ممكن نحددهم كلهم ونستخدم قطاع أكبر بالنسبة للأساسات. يبقى هنفك الطبلة وهنغير السكشن ونعمل إعادة تحليل من جديد. طيب هنعمل select باي object type طيب ده هنعمل لهم assign لشنو
لي سكشن جديد اللي هو نستخدم سماكته 50، لأنه ما باص معانا في الحتة بتاعت البانشين. نعمل رن من جديد ونشوف النتيجة. طيب نعرض البنشنج طوالي، اللي هو ممكن من ديسبلاي تدوس الخيار شو بنشنج شير ديزاين او من الايقونة هنا. طيب خلاص لاحظتوا تقريبا كل الاساسات اقل من الواحد، يبقى تمام. خلاص هنعتمد على شنو؟ هنعتمد السكنس 50 سنتيمتر بالنسبة شنو؟ بالنسبة للأساسات. طيب نشوف بعد ده شنو آخر حاجة، اللي هي التفاصيل بتاعت حديد التسليح. اختار انك الكود الأمريكي، نختار ديزاين. بعدها نجي نعمل شنو؟ شو اسلاب ديزاين فاينايت اليمنت، ندخل مساحة حديد التسليح الدمي بون او 18 اف 1 في 0.5 اللي هي السماكة، يعني تقريبا بتجينا 55. طيب نختار تيبيكال ونختار فاي 12 توب، فاي 12 بالنسبة للتوب والبطن. نشوف سبيسينج مثلا بتاعنا 200 مليمتر، نشوف في الدايركشن ده، نعمل ابلاي. خلاص مو باصي الا في حتات بسيطة، وهنا مثلا ما مباصي. طيب اللي هو احنا مثلا دخلنا سبيسينج 150 اللي هو فاي 12 15، برضو لقيناه اللي هو في البطن في الاتجاه ده والبطن في الاتجاه ده. طبعا الايزوليتد فوتين ما هنستخدم فوقه طب، بيحتاج لي طب الا يكون في اساسات مشتركة. نشوف البطن في الاتجاه ده والبطن في الاتجاه ده، برضو لقيناه ما اوكي. مثلا نشوف هل باي 16 ده هينفع معانا، يعني برضو لقينا شنو البنفسجي ديل. خلاص ديل باصو، لكن بالأزرق ده ديل محتاجين حديد تسليح إضافي، أو ممكن كان إحنا مفترض كان يتكبر الحجم بتاع الأساس بالنسبة لشنو، بالنسبة للفاونديشن باللون الأزرق دي. خلاص البنفسجي ديل كده خلاص تسليحهم مناسب. ممكن حتى نعتمد سنشوف في 200 20، هل تنجح معهم؟ يعني ديل العشرينات ناجحة معهم، أما ديل محتاجين تقريبا إنه نكبر المقطع بتاع الحديد عشان ما نكثف حديد التسليح أكتر من كده. يبقى خلاص دي الفكرة بتاعت التسليح، يعني بالنسبة للأساس ده اللي هو خلاص حديد التسليح ممكن نعتمده مثلا فاي 16 20. طيب احنا ممكن ندخل نعتمد مثلا هنستخدم فاي 12 لكل 200 مليمتر، يعني المتر المربع بيكون فوقه 5 سيخات فاي 12 اللي هي 5 في المساحة بتاعت الفاي 16 اللي هي 113. طيب نشوف
لو وزعنا المساحة بتاعت الفاي 16 هل اتس اوكي معانا؟ لا، بتاعت الفاي 12 هنا دي المحتاجين اكتر من الخمسة فاي 16، خمسة فاي 12 مثلا كده. نجرب فاي 16، يعني خمسة سيخات فاي 16، المساحة بتاعت الفاي 16 اللي هي اللي بتكون 1004 تقريبا. خمسة سيخات فاي 16 بألف، مثلا نقول 1000. يبقى لو استخدمنا الفاي 16 بيكون adequate يعني. خلاص يبقى هنعتمد انه شنو هنستخدم، اللي هو شبكة حديد فاي 16 عشرينات. It's okay بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للفاونديشن. هو كده اكتمل تصميم الفاونديشن. الحاجة التانية اللي هو قلنا دايرين نشوف التصميم بتاع البلاطات. يبقى ده الشكل بتاع شنو؟ بتاع تسليح الأبيام، اللي هو يكون المين رينفورسمنت بيكون في المنطقة بتاعت السبورت. بعد ذاك إما يتقطع أو يحصل له تجنيش لأسفل عشان يجي الحتة بتاعت العزم الموجب، أو يرجع مرة أخرى للحتة بتاعت العزم السالب. ده بالنسبة لشنو؟ اللي هو اللونجيتيودنال ريبارز، ده بيكافح أو بيقاوم العزوم، وجزء منه بيقاوم التورشن. خلاص بالنسبة للقص، القص يقاوم بشنو؟ بالكانات. لكن الكائنات عندها وظيفة أخرى أيضا بتقاوم، مع مقاومة القص أيضا الكائنات بتقاوم شنو؟ بتقاوم الطرش. يلا بعدين لما نجي نحن نعمل رن للبرنامج بالنسبة للأبيام، قلنا في ثلاثة قوى مؤثرة على شنو؟ مؤثرة على الأبيام. إما يكون تورشن، أو يكون القوة دي شير، أو يكون فليكشر. فزي ما عارفين الشير، الكائنات بتقاوم الشير. خلاص بالنسبة للتورشن، جزء منه بيقاوم بالكائنات وجزء منه بيقاوم باللونجيتيودنال رينفورسمنت. فالجزء البيجاي هو مساحة حديد التسليح المطلوبة لمقاومة التورشن بالكائنات، وبيجاي لما نديك الحته الحاجه البيجاي دي بالنسبه لحديد التسليح. بعدين في التصميم حنشوفها، اللي هي المساحه المطلوبه لمقاومه التورشن في الابيام. بالنسبه للشير، بديك قيمه للشير جنب السبورت، وقيمه لمقاومه الشير جنب السبورت الثاني. بالنسبه للفليكشر، بديك شنو؟ حديد التسليح بالنسبه للتوب والبوتوم، والتوب والبوتوم، والتوب والبوتوم في ثلاثة مناطق في الأبيام. طيب يبقى لو عندنا المقطع بتاع حديد التسليح ده، هو قاعد بهذا الشكل، فوقه لونجيتيودنال بارز أو تسليح طولي، وفوقه شنو؟ فوقه كانات، أو فوقه ستيربس. فالدارين نقوله إنه اللونجيتيودنال بارز ديل جزء منها بيقاوم الفليكشر، وجزء منها بيقاوم التورشن. خلاص الكائنات جزء منها بيقاوم القص، وجزء منها ايضا بيقاوم شنو؟ بيقاوم الطرش. طيب يبقى البرنامج لما نجي نعمل العرض، بعدينك عملنا التصميم، اكتمل التصميم. اذا افترضنا انه ده بيم، واحنا مختارين قلنا له برنامج ورينا الحديد التسليح المطلوب لمقاومه او عرض لنا حديد التسليح اللونجيتيودنال، هذه التسليح اللونجيتيودنال، بيعرضوا لنا بالطريقة دي، بدينا في ثلاثة قيم، اللي هو قيمة في المنتصف بتاع البيم، وقيمة في السبورت اليسار، قيمة في السبورت اليمين. طيب القيم دي
تفاصيل شنو؟ تفاصيل انه بالنسبه للانكوتيدا البارز قلنا مدينا لانه 3.5 فوق و2.25 تحت. دي نفهم شنو الحاجه دي، 3.5 دي عباره عن شنو، 2.25 دي عباره عن شنو. ال 3.5 دي اللي هي جزء من حديد التسليح في السبورت اليسار ليقاوم الفليكشر، خلاص. وال 2.25 اللي هي لونجيتيودنال بارز تقاوم ال 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 الكمبريشن، هي قاعده شنو في المنتصف، قاعده في السبورت في الحته بتاعت السبورت اللي هو الاعلى، ديل بيشتغلوا تنشن والاسفل بيشتغلوا كومبريشن. طيب في الحته بتاعت الشير من يعرض لنا النتيجه بتاعت الشير بيعتبر انه ده البيم، بيدينا 3 قيم، قيمه في المنتصف، قيمه كذلك في اليسار، وقيمه شنو في اليمين. يبقى دي اللي هي المساحه بتاعت شنو، بتاعت الكائنات دي، المساحة بتاعت الكائنات لمقاومة القص. لما نيجي التورشن بدينا أيضا قيمة أعلى وقيمة أسفل، لكن القيمة الأعلى دي مختلفة من القيمة الأسفل، اللي هو القيمة اللي بتكون في الأسفل بتاع البيم مثلا زي 2.25 هي قيمة من حديد التسليح الطولي لمقاومة القص. يعني لكأنما إنه حديد التسليح الطولي ده جزء منه، اللي هي مثلا القيمة دي مثلا، فلتكن القيمة دي لمقاومة التورشن. يبقى الفكرة إنه بعدين لما تعمل تيجي عملية التصميم تعرف القيم دي هي شنو. القيم دي هي حديد التسليح ده، أي نعم قاعد مع بعض حديد طولي، لكن حديد الطول دي جزء منه بيشتغل شير وجزء منه بيشتغل تورشن. والكائنات دي اي نعم قاعدة مع بعض كائنات، لكن الكائنات دي ذات عندها وظيفتين، جزء منها بيقاوم القص جزء منها بيقاوم التورشن او الالتواء. طيب نرجع للبرنامج بتاع الايتابس ونشوف عملية التصميم بتاعة الابيان بتتم كيف. طيب انت قبل ما تبدأ عملية التصميم مفترض تكون معرف عدد من السكاشن، معرف عدد من السكاشن المختلفة عشان تقدر تعمل تغيير للمقطع اذا المقطع حصل فوقه مشكلة. يعني احنا هسي كنا معرفين بيم سماكته 20 والسقوط بتاعه 40، وبيم تاني 25 45، وبيم 45 30، وبيم 60 30. يبقى انت مفترض تعمل لك شنو، عدد من الخيارات. طيب خلاص احنا تقريبا امورنا كلها تمام، هنقوم نعمل او حتى عاملين عملية بتاعت الرن، هنقوم نشوف الحتة بتاعت الديزاين اللي هو بيتأكد من الكود المستخدم، الكود الامريكي. اوكي تتأكد الكومبينيشن بتاعتك شغالة معاك الالتيميت. طيب ما افتكر في حاجة تانية. طيب بعد ده خلاص احنا نجري عملية التصميم. يعني نخلي البرنامج يجري عملية التصميم، بعد ده نعرض نتائج التصميم. احنا ممكن نعرض الأبيان بس نعمل عشان ما يكون في تشويش.
لأنه هو object type، نختار البيمز ونقول له show selected object only، close. تمام، يبقى ممكن نعرض الخيارات بتاعة التصميم اللي هو design information، display design information. طيب هسي هو معناته عارض لنا شنو؟ عارض لنا التوتال longitudinal reinforcement، يعني الحديد الطولي الكلي. خلاص، يبقى بالنسبة للبيم ده محتاج 233 في الطب، ومساحة بتاعت حديد التسليح 233 في البطن، وكلهم نفس الطريقة. مثلا ممكن نعرض اللي هو القص apply، تلقى انه شنو زي ما قلنا قبل شوية في السلايد، محتاج هنا مساحة بتاعت تسليح قص، وهنا مساحة بتاعت تسليح قص 250، وهنا 826، اللي هو القيم بتاعت القص بتكون أعظمية قريبة شنو؟ قريبة للسبورت. خلاص، مثلا هنا ممكن تعرض حديد التسليح اللي بيقاوم الطرشة، حديد التسليح اللي زي ما شايفين هنا، اللي هو بالنسبة للطرشة بيديك قيمة فوق وقيمة تحت. قيمة تحت دي حديد بتاع شنو؟ حديد بتاع تسليح longitudinal يعني بارز، القيمة الفوق اللي هي شنو؟ كانت. يبقى القيمة الفوق والقيمة التحت زي ما قلنا. طيب خلاص، ده كده بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لعرض النتائج. احنا كده بقينا فاهمين. ممكن نرجع مرة أخرى للحديد التسليح، بقينا فاهمين النتائج دي هي شنو أو بتعني شنو، شنو هي، شنو هي الحديد الطولي فوق، وشنو قاصد بالحديد بتاع الكائنات في عرضه للنتائج. طيب لما تكون باللون الأحمر دي معناته شنو؟ فوقها مشكلة. بكل بساطة تقوم تضغط فوق كليك يمين، تعمل فوقها override. طبعا المفترض السوي يكون كله يكون ordinary، ممكن نحدد عليهم كلهم قبل ما نحدد عليهم كلهم، نغير نغير السوي يكون ordinary. بعد ذاك نشوف المقاطع ما مباصية، نقوم نغيرها يعني مثلا زي ده، تقوم تقول له overwrite، تغير تستخدم مقطع أكبر، نشوفه هل حيباصي معاك، هل حيتحول من اللون الأحمر ولا ما حيتحول. خلاص كده باصي، حدد ديل الاثنين، تغير لهم المقطع بتاعهم لمقطع أكبر. ده لسه طيب، وهكذا. خلاص كده انت شنو لحد ما تكتمل عملية التصميم. لكن طبعا مفترض البيم الرئيسي يكون دائما اكبر شنو؟ اكبر من البيم الثاني، ولا بتحصل مشاكل. فاثناء تعديلك للأبيام مفترض تراعي الحتة دي، يعني دائما الحامل، البيم الحامل مفترض يكون أكبر من البيم المحمول. ودي الطريقة بكل بساطة كيفية التصميم. كده انت عندك المقطع وعندك حديد التسليح، خلاص كده اكتملت عملية التصميم بالنسبة شنو؟ بالنسبة للأبيام. وبعد اشوف الجزء الأخير اللي هو تصميم الأعمدة بنفس الطريقة. طيب احنا
نفترض انه نحنا خلاص راجعنا كل الأعمدة بتاعتنا، كل الأبيان بتاعتنا، ونقوم نخفي نظهر فقط نظهر فقط الأعمدة اللي هو select object type columns show selected object only. One select object types and columns. يبقى ده التصميم بتاع شنو؟ بتاع الأعمدة. طالما إنه بنفسجي معناته شنو؟ ما في مشكلة. لو كان بالأحمر يكون في مشكلة في تصميم الكولومز. يعني مثلا نغير لنا بعض الأعمدة عشان تكون ما مباصية. مثلا دي نعمل لها اوفررايت ايضا. افترض السويه كله يكون اوردينري، نجيهم من الثري دي نحدد عليهم كلهم خطاب اوفررايت. طيب بس الأعمدة زي ما لاحظين كلها شنو ظاهرة معانا، إنها ظاهرة إنها معانا مباصية. فحنقوم نمشي البلان، نغير بعض الأعمدة، نصغر المقاطع بتاعتها بحيث إنه تبقى مباصية عشان نشتغل عليها. مثلا ديل نغيرهم اول في النص ديل مثلا ده مستخدم بدل ما كان مستخدم 60 × 25 في 12 × 16 ثقة، نستخدم مثلا 400. طبعا انت عشان تيجي خاشي عملية التصميم دي مفترض تكون معرف عدد كبير جدا من الـ من الـ من الابيام من الابيام ومن الاعمده. احنا ما عندنا خيارات هسه كتيره، كان مفترض الحته بتاعت الديفاين دي نعرف عدد كبير من الـ من الـ من الاعمده عشان نتدرج في شنو، في تغيير في العمليه بتاعت تغيير المقطع من الاقل للاعلى. يعني بتعمل مقطع بنفس الأبعاد لكن حجم التسليح بيكون مختلف، وتزيد المقطع gradually لحد ما تنتهي من عملية التصميم. طيب بكل بساطة كده انتهينا من عملية بتاعة التصميم بالنسبة للأعمدة. في بعض الأعمدة كان فوق assignment غلط، نتأكد نغيرها اللي هو هنقول by properties frame section، نختار الأعمدة هذه هم ادينا 36 فريم، يعني عندنا 36 فريم معمل لهم البروبرتيز دي بدلا من تكون 60 × 25 × 16. طيب هنقوم هنبدلهم بين 60 × 25 اللي هو هنعمل assign frame section property، هنستخدم C60 × 25 أو لا C60 × 25
اوكي، ممكن نعرف بعض السكاشن زيادة. نقول add a copy ونشيل النام أول حاجة، نكوبي للنام. ده ذاته مسمى غلط، مفترض تغير الاسم اللي هو ده حقيقة. الويتس بتاعه مفترض يكون 0.25 حسب التسمية. دايما تحاول تخلي الأعمدة بتاعتك مخفية، تستخدم سماكة 20 سنتيمتر إلا تضطر أنت تزيد السماكة بتاعتك. نقول هذا copy of property، نسميها 60 في 20. بوينت 6 متر، بوينت تو، بوينت 6 متر في بوينت تو في بوينت 2 متر، نفس عدد الأسياخ. متأكد إنها اتغيرت. فبس كده عرفنا الفكرة بتاعة التصميم باستخدام برنامج الساب للعناصر الإنشائية المختلفة، الأبيام والأعمدة والبلاطات، باستخدام برنامجي الساف والسيف والإيتابس، إضافة لعمل الدي اكس اف فايل باستخدام برنامج الأوتوكاد. طيب، ختاما أتمنى لكم التوفيق والسداد، والله ولي التوفيق، وشكرا جزيلا.